داود بقى جايب لنا شرط. داود بقى بيعمل ايه عشان اشرح لكم برضو الكلام؟ في ارقام بتبقى موجوده، هو بيعمل شرط دايما كده، بيربط رقم برقم تاني. يعني ايه؟ يربط اللاعب مثلا اللي بيعدي وبيرقص بفكره التمرير عشان يبص على الشرط ده. لو انت عايز تدور على لاعب متكامل بيعمل الحاجتين، تبص على الشرط ده، مش تجيب لي راجل مثلا بيعمل دريبلز كتير وفي نفس الوقت ما وخلاص. لا، هو لازم تبص على الحاجتين اللي بيعمله. فداود بيمسك نوعين من انواع الداتا المتاحه ويعمل له هو شارت بقى بالاكسل كده، وشغل كده ايه جامد يعني، مش لاقي على ايه دكاتره السنان، بس هو الراجل لاقي على المحللين. فتعال نشوف شارت داود عامله، نفهم منه حاجتين بقى عشان نشرحهم للمشاهدين. لاعب بتوصل له فرص ازاي، بيحط نفسه في وضعيه يوصل لفرص ويهدد الجون، واللاعب يصنع فرص ازاي. ده الشرط اللي قدامنا. اشرح بقى داود. طيب، النقطتين دول، العمودين دول، العمود طيب الاول ده ايه والعمود اللي طيب تحت ده ايه؟ اللي احنا شايفينه ده اسمه سكاتر بلوت او مخطط انتشار. تمام. بيوضح لنا القيم بتاعه اللعيبه داخل الدوري المصري اللي لعبوا 800 دقيقه او اكتر في بالزبط. خلال احصائيتين، الاحصائيه اللي على المنحنى الافقي صناعه الفرص، كل ما اللعيب تلاقوه في ناحيه اليمين كده صنع فرص ده بيصنع فرص، بيباص لزمايله. حتى تلاقي اللعيب مثلا اللي هو الجيلاسي اهو ده عشان بيلعب كرات ثابته كتير، مجدي قفشه لانه بيصنع بن شرقي بالظبط، عبد الله السعيد. تمام. الناس اللي بتصنع في الشانسز كريتد او صناعه الفرص، مهم نقول ملحوظه، مش بس اللاعب اللي بيصنع فرصه لزمايله، اوقات اللاعب اللي بيصنع فرصه لنفسه عن طريق تحرك بالظبط. فدي نقطه مهمه، يعني هنا صناعه الفرص مش بتشمل بس صناعه الفرصه للزميل، ممكن تشمل صناعه الفرصه للنفس عن طريق ان انا عملت تحرك سمح لي استلم الكره بشكل كويس كده. نقدر نفهم بن شرقي موجود هنا ليه بالظبط. في المحور الراسي المحاولات على الجول، اللعيبه اللي بتعمل محاولات اكتر على الجول، فهنا ربطنا الصناعه بانك تعمل محاوله على الجول. اللعيب بقى اللي تلاقوه في المربع اللي فوق ناحيه الشمال ده زي محمد شريف كده، جماعه اصدقاء محمد شريف، احمد عاطف، فخري لقاي، هتلاقي مين بقى دول؟ الفراوده اللي هو السعيد. ما بيهتمش ان هو يصنع فرص قد ما بيحاول على الجول. الناس اللي هي ايه، مبولولو ومحمد شريف وعمر السعيد، السعيد المربع ده ما بيروحش ناحيه الصناعه، انما اللي بيروح تحت زي الجيلاسي ومدبولي والسولية وعبد الله السعيد محمد ابراهيم ومحمد رضا بوبو، الناس اللي بتصنع. انما المربع الحلو بقى ده الزبد بقى، الخلاصه كلها اللاعب اللي ماسك المستين هو اللي دايما اللي بنلاقيه في المربع اللي على اليمين فوق، يعني بالزبط. اللي هم اللي انا محددهم بالنقطه الخضراء بالظبط، دول اللي قدروا يعملوا اكتر من معدل محاوله واحده وصناعه فرصه واحده لكل 90 دقيقه في شاركوا فيها في الدوري. يعني في كل ماتش بيعمل واحده منه، يعني يا اما بيروح زي زيزو طبعا، يعني واضح جدا في الشرط ده زيزو احمد رفعت واضح، وده ناصر منسي المهاجم، ودي نقطه مميزه ان مهاجم موجود في الاحصائيه دي، وابراهيم عادل لاعب بيراميدز برضه لانه مميز. ابراهيم عادل فعلا زي زيزو كده بيروح يلعب على الجون ايجابي، بس زيزو ممكن واخد يمين شويه لأنه اكتر بيصنع فرص عشان أفضل. بيصنع اكتر بالظبط، انما ابراهيم عادل هتلاقيه فوق شويه لان هو بيروح على الجون اكتر، بس في نفس الوقت بيصنع. الغريب كان بواتينج، يعني انا استغربت وانت بتوري اسماء. ناصر منسي برضو موجود في مكان كويس على فكره، بس هو في مباراه ساعات هي فرقت في ناصر منسي، في مباراه كده ناصر منسي عمل 3-4 تجوان، فتلاقيه بقى موجود في الحته دي. ولكن اشرح لي بواتينج لان انا مستغربه، واللي متطرف جدا وموجود حلو كده رفعت. بالظبط، رفعت كده عامل موسم جيد فعلا. خلينا نقول ان رفعت بيقدم افضل موسم في مسيرته الكرويه في وجهه نظري. طيب خلينا نقول ان اللي احنا شايفينه دول احصائيتين. تمام. كل لاعب بيطلع له 70 باراميتر كل مباراه او على مستوى الدوري. تمام. فعشان الناس ما تفتكرش ان دي كل القصه، دي 2 من اصل 70، فاحنا قدامنا حاجات كتير ممكن نقارن بينها وبين بعض. حاجتين مهمين بالظبط، دي تقيم شويه اللعيبه في التلت الاخير الايجابيه شويه. بالظبط، رفعت واحد من افضل اللعيبه في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، اللي قادر يقوم بدور الصناعه ودور ان هو يكون فعال على الجول او بيحاول على الجول. فاحمد رفعت بالنسبه لنا الراجل، بس هي ممكن مساعداه شويه ان فريق فيوتشر ميوله هجوميه وبيلعب الفريق عناصره الهجوميه كويسه. بالظبط، يعني الفريق في فيوتشر في محمد رضا، في جوزيف نجوم هنلاقيه تحت هنا، ده الباك الشمال بتاعه من الناس اللي صنع. بالظبط، يعني الفريق نفسه ولما بتفتح معاهم هجوميا بتلاقي الماتش 3 وبيسجلوا، فهي دي ممكن مساعده رفعت شويه. نشرح برضو وحتى وظهور ناصر منسي، بس انت بتشرح بقى ان لو انت بتدور عليه في التلت الاخير تدور على الناس بالزبط. اللي هي بتصنع وبتسجل بالظبط، يعني زي ما قلنا احنا شايفين
ست اسماء في الدوري لعبوا 800 دقيقه او اكتر اللي قدروا يمسكوا المستين مع بعض: رفعت، زيزو، ناصر منسي، ابراهيم عادل، عبد الكبير الوادي من سموحه، تمام، بواتنج من فريق الاتحاد، وهو تبديله دايما بتنزل تصنع الفرق للاتحاد. يعني الراجل ده كل ما بينزل هو مش بيلعب اساسي مع الاتحاد. انا مستغرب وجوده، مش اللعيبه اللي مبينه قوي في الدوري بالظبط. هو الراجل بس زي ما قلت لك، هو الراجل كل ما بينزل بيقلب الجيم دايما لفريق الاتحاد، فهو تبديله مهمه جدا وفارقه جدا مع نادي الاتحاد. وكمان في لاعب دخل كده على طول، هو دابو، شريف دابو من سيراميكا، لاعب قادر ان هو يحضر. وفي اتنين بقى في وجهه نظري مهمين بالنسبه لنا، ملامسين ان هم يخشوا، هنلاقيهم فوق اتنين مقربين ان هم يعدوا. أيوه. اللي هم صناعه الفرصه ما كملوش واحد، هم 9 من 10. يعني لو كانوا بيصنعوا كمان فرصتين ثلاثه كانوا دخلوا معانا ناحيه اليمين. الاسمين هو مروان حمدي المهاجم المعار من نادي الزمالك حاضر هنا، وايمن الصفاقسي اللاعب اللي في نادي فيوتشر برضو اللي الصفقه محترف في التونسي. العناصر الهجوميه في فيوتشر حاضرين بكوره، حاضرين لان كوره فيوتشر مع علي ماهر هجوميه بالظبط. ولكن برضو يهمنا لاعب نادي الزمالك المعار مقدم موسم بالزبط. معقول جدا مع سموحه، وقادر يحط نفسه في الشارت في حته يعني في منطقه كويسه ما بين ان هو يبقى ماسك المستين، قادر يكون بيصنع فرص لزمايله او لنفسه. هدفين الدوري يعني بالزبط. بيسجل بالظبط، فبيصنع فرص لزمايله ولنفسه، وبيحاول على الجون بشكل كويس. وهنا زي ما بقولنا كده، لعيب اللي بيلعب كور ثابته كتير وبيصنع كتير زي جيلاسي لعيب المصري تلاقيه موجود في صناعه الفرص، بس انت وانت مثلا بتبص عليه تعرف ان هو مش بيحاول بنفسه على الجون، الراجل بيكتفي ان هو بيقف في الثلث الاخير، لا ما بيخشش المنطقه ولا بيزيد او حاجه زي كده. لو انت دي بتبقى مهمه جدا في اختيار اللعيبه، تبقى عارف انت عايز ايه. لو انت عايز لعيب مثلا بيلعب بشكل ايجابي على الجون ويسجل، تبص على نقطه محاولاته على الجون، لان اكيد اللي ما بيحاولش كتير مش هيسجل كتير. النقطه دي لو انت بتدور على لعيب تعمله معلم ويصنع لزمايله وتبني اللعب حواليه، دور على اللعيب اللي بيصنع فرص. يعني هي دي ارقام كتير جدا بتحتاجها في السكاوتنج والنظر على اللاعبين. خليني اقول نقطتين مهمين جدا بالتاكيد. يعني رقم واحد الذي لا غنى عنه العين، انك تبدا تشوف اللعيبه دي وتتفرج عليهم وتقيمهم فنيا، دي النقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين الجزء المتعلق بالداتا، انت لو قدامك 7 تشارتس من دول بعد العين بالظبط، او الاتنين بيكملوا بقى، هي تولز معاك في النهايه بتستخدمها كل حاجه في مكانها. انا في وجهه نظري انت لو معاك 7 شارتس من دول لاهم الحاجات اللي موجوده زي الكي باسز، زي الاكس جي، زي الاكس اي، زي صناعه الفرص، زي لو معاك 7 من دول محطوطين قدامك في بعد الدوري ما خلص، كاش هتبقى كاشف كل لعيبه الدوري قدام عينك بدون وكمان بمقارنات.